ابو علي السلام عليكم. عليكم السلام الوعين. نعيما نعيما كملين؟ عليك والله بعد العيد شوي رتب له يعني الله يختار. انت شباب ما شاء الله. الله يسلمك. انت لوز. الله يسلمك. انت الالوز. الله يحفظك. ابو علي هل مر بيك موقف مضحك، موقف طريف بحياتك؟ يعني مثل قبل غير يعني صار ايوه خلال هاي الفترة كلها. والله انه هواي بس اذكر واحد. اي. اذكر واحد سنه يعني قحطان الحبيب تعرفه؟ ما عرفه قحطان حبيبنا قحطان. اها. تحياتنا القحطان. تحياتنا القحطان. تعرف قبل بالقريه ماكو شغلات هسه موبايلات وصور وكاميرات وما ادري شنو. اي. اي هو بغداد يعني نادم. فمن يجي من هناك وشايل كاميرا وما شنو راسنا احنا من نتعجب على اساس سعودي يعني. اي. يلا اخذنا الصور ما شنو قال يلا بدنا اليوم اخذ صور لعائلتك انت وعائلتك وانا شريت يمي ومعلي بصراحه. اي. فاخذنا صور اخذنا بس هو ها قبلها ما اخذ صور بالملعب. هو وين اكو قبل كاميرات؟ اي ماكو هو هي بدايه دخولها. اها. اي. فما اخذ صور وين بالملعب؟ وما اخذ صور اكو ورا القريه تعرف قبل النسوان اكو يسموها الشارع يحشون يعني شارع حشيشي حشيش يعني صحيح هم اخذهم صور للنسوان هناك ايه. فهو جابنا على اساس هو يعني شلون يعني مخرج مال الصور وسوي انتاج وقفنا انا ومعلي وقفت يبني ايه. وقفنا عشان عندنا درج قبل يعني خارجي فوقفنا على اول بايه انا كم حطيت ايدي زعل يا عوداني وزعم يعني خلاص تطلع صوره حلوه. واخذها وراح. قال انا بعد شيء ما شاء الله اجيكم. هاي طبعا قبل الكاميرات بالتحميل اي تحميل والتحميل اي مراسل يعني. ايه. فالمهم ورا اسبوع والله يمكن اي اسبوع تقريبا اجى علينا كان المرحوم محمد سلمان طبعا الله يرحمه محمد سلمان. ابو علي رحمه حجي بس اريد تمثل لي اياها شلون اجى عليكم. اي هو يعني هسه نبي منها تقوم 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 شلون اجى عليكم هو منها لا من خل احكي لك اياها اي لا 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 تقوم تمثل لي اياها اي المهم كنا بالبيت ومحمد سلمان قلت لك الله يرحمه كان هم يمي ونضحك قاعدين والعائله موجوده فماكو قالوا قحطان عرج اي اجت الصور يعني كيفنا يعني والله قحطان جانا من برا تعرف هو خطيه طبعا تحياتي القحطان رجله معوقه بصراحه يعني هو فمن يمشي يمد برجله هيك يعني يمشي وشايل هيك زعم على اساس يعني هو حاط الكاميرا بكتفه جايب لكم الصور؟ اي جن الصور اليوم تمت الامه كلها جن الصور بس قحطان بس فاك حلقه بس يجي يا باب عوض يضحك ويدلج ابو علي كاب خير ابو علي والله محمد سلمان الله يرحمه تعرف بعد النوبل استلمه اي خير خالص شكو بتقول خالي اكون الشوف الصور الصور قال هاكم ياها صوركم طال ياها تموا علي يا ابو عرفي انا اخذت الصور والله دموا علي قاعد نشوف صورنا شلون هي شو ابو على الصورة هو يضحك مستوقف الضحك طبعا زين انا جي ام علي واقفه بصفي يعني ايش واقفين وهذه ف شو ابو ام علي واقف يمها واحد من ابن حمدان الله يذكره بالخير الصغير واقف بصف ام علي هذه واقف هيك وين هاي تحس يعني من الواعي اي من الواعي بالملعب على الدرج واقفه واقف يا مع هذا بن حمدان صغير شاب هذا هو ايش بدينا هذا التحميل ما ادري شلون طبعا يقول زين اني كحت تحش ورا العرب اي مرة خالد الصيح الله يرحمه الله يرحمه مركب صور على صور ومبرك انا واقف يم الحشيش ولا يوم ام علي ولا ابن وهذا بن حمدان واقف يم ام علي وهذا يعني ظلينا نضحك بس بوقتها حتى تعرف الموقف بارك الله فيك بارك الله فيك ابو علي شو طيب شو